هاي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. مرحبا بكم في لاشين ديالي. هذا غادي يكون هو اول فيديو اللي ما غيكون فيه صراحه حتى شي حاجه من غير انني نعرفكم على راسي وغنقول لكم شنو هو المحتوى اللي غادي يكون في هاد لاشين. انا عارفه هاد الفيديو غادي يكون هو اكفز فيديو عندي ولكن ما عندي ما ندير، كاع الناس كتبدا بحال هكا. كنتمنى صراحه تشجعوني، بما ان بزاف ديال البنات كيشجعوني وكيصيفطوا لي دي ميساج زوينين في الانستغرام كيقولوا لي ديري يوتيوب من شحال هادي وانا عكزانه عليه. ماشي صراحه عكزانه عليه، ما كنعرفش شنو مزيان، ما كنعرفش نهضر، انا ماشي من النوع اللي سوسيال، ما كنعرفش نهضر غير هزا كاميرا بحال هكا وكذا كنهضر بوحدي، ما كنعرفش. مهم اليوم تشجعت وقلت ارانديرو. بلا ما نطول عليكم دخلوا لي شان في شنو غادي يكون المحتوى ديال هاد لاشين. صراحه ما غاديش نبدل بزاف على الكونسيبت اللي كندير في الانستغرام في تيك توك. بون اللي ما كيعرفش الانستغرام ديالي وتيك توك ديالي راه غنخليه لكم لتحت. غادي ندير داكشي دي سافرت لي فلوغ طياب سكين كير حجاب توتوريال، مهم كاع داكشي اللي كيتعلق بيا، كاع داكشي اللي انا كنديرو في حياتي الشخصيه غادي نبارطاجيه معاكم. و فوالا كنتمنى تشجعوني صراحه. هذه اول اكسبيريونس ليا في هذا رمضان. ان شاء الله غادي يكونوا اكثر ديال لي فيديو عباره على الطياب، حيت راكم عارفين رمضان ديال الطياب وكنطيبوا بلا فيديو بلا حتى شي حاجه. دونك غادي يساعدني بزاف انني نصور. تقدروا حتى نتوما تعطوني دي زيدي شنو نقدر ندير في دي فيديو، شي حوايج بحال هكا كيكونوا جداد. بزاف ديال البنات عطوني دي زيدي وقالوا لي بزاف ديال الاقتراحات، ديري لنا دي تشالنج لي برانكس لي فلوغ. المهم بزاف ديال البنات اقترحوا عليا شي افكار اللي خاصني نديرهم، وان شاء الله داكشي اللي غادي ندير غادي ناخذ هضرتهم بعين الاعتبار. المهم باش ما نطولش في هاد لا فيديو على والو، انا قلت لكم الكونتوني ديالي. غادي نحط لكم لي كونت ديالي بالنسبه للانستغرام وتيك توك، اللي ما كيعرفوش لي كونت ديالي غنحطهم لكم وصافي. دخلوا عندي هضروا معايا، انا كنهضر مع البنات بزاف في انستغرام ميم سي ما كنعرفهمش، وكيهمني الراي ديالكم والتشجيعات ديالكم. كنتمنى يا ربي توفقني في هاد لاشين ونكون خفيفه على ظروفكم. انا نكون خفيفه على عشو والله انا ماشي سوسيابل بصفه نهائيه، ما كنعرفش ميم نتاقلم مع ناس اللي كيكونوا في الواقع حدايا عاد بالكاميرا. ما علينا، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وتهلاو فراسكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو فيها سوا طياب سوا فلوغ نيمبورت شنو غادي يكون فيها. تهلاو فراسكم، نهاركم مبروك.